السلام عليكم حبوباتي، كي دايرين؟ بخير. كي دايرين مع الشباب؟ كل شي بخير، توحشتكم، صافي لونطون ما بنتش. المهم انا جيت وجبت لكم معايا واحد الطريقه زوينه زوينه زوينه، الا ما بغيتوش تبقاو تعذبوا كل شهر ولا كل سيمانه تديروا اللي غاسين هنايا ديال هذاك الشيب اللي تيخرج هنايا الشعيره تبويض بلا ما تعذبوا. كاينه واحد الطريقه سهله سهله سهله، غزالة غزالة غزالة، بقى معايا انا غادي نوريها لكم وغتشوفوا والله الا غادي تهنوا من صباها كل سيمانة. ها هو ماجيك، هذا هو اللي قلت لكم، ها هو شبه هذا بلون دارك بلوند، ها هو هذا اللي قلت لكم، ها هو هذا. البنات اخواتاتي اللي تينضلو الشيب بزاف في شعره وما تيبغيش يدير كل مره الصباغه، هذا والله العظيم غزال 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 غزال. دابا راه تتعرفوا بان الشيب ماشي غير اللي كبير ولا سميتو، راه دابا الشيب ولا تيجي لكل شيء، للصغير للكبير لاي واحد تلقاه عنده 20 طون وعنده الشيب تيطرطق له في الراس. ما عرفناش واش من الماء واش من الماكله اللي تناكلو، جو سي با، ما عرفتش. هانتوما احبائي، راه قلت لكم ها هو سميتو ماسكارا، خدي ها هو لو بري ديالو 11 اورو ودارو له سولد، دارو له موتي بري، نص بري، دارو له 50%. المهم تتاخدو هكا وغديرو له ديرو هادو نورو. المهم بحال هادشي وديروه، تتبغيو عاود تغسلو ما تيتحيدش، منين تبغيو تغسلو المره الجايه راه تيتحيد عاود ديروه. المهم ما تيبقاش هذيك المساله ديال كل جو سيمانات خصكم ديروا لي غاسين وديروا هادي، هذا غزال 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 هذا. المهم انا قلت لكم انا فرقت شاركت معكم هاد المشكله ديال الشيب اللي تيتشكى منها كل واحد تيتشكى منها، ومساله ديال الصباغه تدور ديريها كل جو سيمانات فيما يطلع لك الشيب ديريه ديريه ديريه، هذا زوين غزال. اللي عنده الشيب تنصحو يدير هاد الماسكارا هادي، تديريها من السيمانه من جو سيمانه، المهم السيمانه فيما تغسلي وتسالي ينشف شعرك ودهنيها وديري البروشينغ ديالك، ما تيبقاش يبان وحده ديال الشيب نهائيا، ما تتبقاش تبان، وغتاخذوا على حسب لا كولور ديال الشعر ديالكم. اوكي المهم ان جبت لكم واحد شكيل اخر. المهم جبت لكم حاجه اخرى زوينه المره الاخرى حطيتها في الفيديو وطلبوني عليها شي صحباتي باش نعاود نوريها. المهم هذه نيفيا، كلشي تيعرفها نيفيا. هذه نيفيا، نيفيا الزرقاء تتعرفوه. اوكي هذا الزعفران الحر، زعفران شعره حر ياكو. المهم الطريقه ديالو البنات غزال والله العظيم، والله على رقبتي انا كانوا عندي ليطاش هنايا، كانوا عندي ليطاش بزاف ديال الشمس ديال البحر، كنت ندير لا كريم وتنخرج وما تنديرش هذيك الوقايه ديال الشمس، ولاو ليا هنايا بحال الكلف. هذا هو اللي زعما صفى ليا وجهي، وها نتوما تشوفوا راه ولا تيصفى، باقي ليا واحد شويه ومستمر عليه. وهذا ما ورد معاه الزعفران الحر، انا نقول لكم الطريقه كيفاش. ها نتوما خديت جوج معلقات صغار ديال نيفيا، كريم نيفيا، غادي نديرو هكا، نديرو بهاد سميتو باش نخلط بها هادي ديال العود. ها هو غادي نديرها هكا، ابخي
هانتوما، وغادي ندير هذا زعفران، كلشي تيعرفوه المغاربه. هذا الزعفران شعره، غادي ناخذو منه هي صغيبات، فوالا نزيدو واحد شويه. ريحته غزاله غزاله غزاله، هو ديرو هي صغيبات، لو داش راه تيطلق تيولي صفر، وليني ما تخافوش عليه. هانتوما انا درتوه انا قدامكم، شتيو الزعفران الحر واحد الزغيبات، وغادي تخلطوه. فهمتيو حبوباتي شنو قلت لكم؟ المهم تغسلو وجهكم بالصابون وتنشفوه وتقبطوا هاد المورد اللي مع الزعفران الحر، ترشوه في وجهكم كامل وتخليوه ما تمسحوش، تخليوه تينشف تيشرب هذاك الماء الورد، يشرب لكم في وجهه ديالكم. اوكي ابخي تقبطوا هاد لا كريم نيفيا اللي مع الزعفران الحر ودهنوها، تمصيو بها وجهكم وتنعسوا لغدا في الصباح. صافي تغسلوا وجهكم بماء الصابون ولا جيل ديالكم ولا هذاك الشيء اللي تديروا نتوما، وديروا شي كريم اللي تديروه وقايه للشمس. فهمتيو راه عرفتي والله العظيم اقسم لكم بالله الا ما كان وجهي كله مطراسي، كان فيه بزاف ديال بحال الكلاف ما عرفتش شنو هذاك الشيء من الشمس. استعملت له هذه ميم با اموا، ميم با في النهار الاول النهار الثاني النهار. مهم احبائي ها قلت لكم الطريقه اللي صفات لي وجهي، اللي تيعاني من الكلاف ولا تيعاني من هذاك الشيب اللي في الراس، تيعاني وجهه كله فيه البقع السوداء، راه الزعفران الحر غزال هو شويه غالي ماشي مشكل، ولكن في المغرب راه بحال هاد الحكيكات هادو اللي وريتكم راه تيديروا 50 درهم تشريوهم. انا تيصيفطوهم ليا من المغرب، ما تنشريوهمش مننا، مع المغرب حنا عارفين هذاك الشيء تيكون مزيان. المهم اختي اخوتي انا شاركت معكم هاد لي غوسيط ديال وجهي اللي صفى ليا وجهي وفرحت به، وانا جو سوي كونطونت، وبغيت نشارك معكم هاد لا غوسيط اللي عجباتو يخلي تعاليق، ولا بغى يسولني على شي حاجه يسولني عليها. اليوم مشيت لليدل ضربت دويره تما، وقلت غادي ندخل نشوف شنو حاطين في ليدل. المهم لقيت هاد لي كريم ديال ليما سميتو مدام كالومور كريم ما كريم ما شتيو افيك البور دو كاري بور دو بور دو كاريتي اي لويل دارغون، بالزبده ديال الكاريتي وهذا والزيت الارغان زوينه لليدين. انا عاد شريته وباقي كاع ما جربته، تنجربو غادي نقول لكم. ها ريحته غزاله فنه فنه، هادو اليدين تيرطبهم وكلشي. وشريت واحد اخر، شريت واحد اخر هذا هو هذا هذا هذوك العروق اللي تيكونوا خارجين في اليدين داكشي قال لك تيحيدهم. انا باقي ما جربتهم باش ما نكذبش عليكم، انا عاد شريتهم، انا غادي نستعملهم وغادي نستعملهم في ديداتي انا الاولى، ولا عطاتني النتيجه زوينه غادي نقول لكم واش تاخذوا ولا ما تاخذوش. اوكي المهم احبائي الغزالين ديالي نخليكم على خير، فيديو ان شاء الله قادم. لا بروشين فوا ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الماسك ديال الوجه حتى هو درتو استعملتو وخرجت نتيجه زوينه زوينه زوينه، يمكن غدا ولا بعد غدا. المهم انا غدا خدامه ان شاء الله، يمكن ديمونش الحد ولا شي حاجه دو لا سيمين نقدر نحط لكم فيديو ديال واحد الماسك زوين حتى هو استعملته وجات النتيجه. المهم احبائي لعجبكم الفيديو خليو تعليق لتحت وعملوا لايك، واللي مابوني ميرسي بوكو، واللي باقي ما مابونيش ابوني على امل لوجيك فاني، وان شاء الله لا بروشين فيديو ان شاء الله باذن الله غادي نصايب لكم واحد الماسك عملته وخرجت لي واحد النتيجه غزاله تتبهر. ها نتوما تتشوفوني توجهي كانوا فيه لي طاش وداك الشيء مع هاد الماسك وهاد هاد لي غوسيط اللي وريتكم ديال نيفيا والماء الورد، والله العظيم صفاو ليا وجهي غزالين. الا بغيتيو
خليو لي تعاليق ونحط لكم لا غوسيط ان شاء الله. انا غادي نحطها غادي نحطها طلبوا هي رحمة الوالدين والصحيحة وطولة العمر لينا ولجميع أمة محمد، واللي مرض الله يشافيه، واللي محبوس مسكين الله يطلق سراحه، ظلم اللي محبوس ظلم ربي يفك سراحه. المهم إلى عجبكم الفيديو خليو لايك، خليو تأنا لايك، خليو تعاليق وديروا لايك وشاركوا في قناة أمل لوجيك فاني. ومرحبا بكم وألف مرحبا أحبائي، تنبوسكم وتنحمق عليكم وتنقول لكم تصبحوا على خير. على بخوشين فيديو إن شاء الله. أبونيفو نح عليكم.